حياة النجوم مش وردي ولا حاجة. في فنانين عاشوا طفولة صعبة جداً لدرجة إنهم كانوا في دور أيتام من غير أب وأم، ورغم كده قدروا ينجحوا ويوصلوا للعالمية. يا ترى مين النجوم دول وحياتهم اتبدلت إزاي من الملاجئ والفقر للثراء الفاحش والشهرة؟ أول فنان معانا هو العندليب عبد الحليم حافظ، واللي صوته بينقلك لزمن تاني وينسيك همومك، واللي قدر بأعماله وأغانيه يكسر حاجز العالمية ويبقى حديث كل الناس ومعجبينه من كل مكان في العالم. والعندليب عاش طفولة صعبة جداً ما تخطرش على بال حد، فأمه ماتت بعد ما ولدته بأيام وتكفلت بيه أخته واللي كان عمرها 6 سنين بس. لكن الصدمة إن عبد الحليم قبل ما يوصل سن 5 سنين مات أبوه كمان، وهو الشيخ علي إسماعيل، وبقى يتيم الأم والأب، ووقتها اتكفل بيه خاله وقعد يربيه. لكن حالته المادية كانت قاسية جداً ومفيش فلوس، وبسبب كده حط عبد الحليم في دار أيتام في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وفضل فيها العندليب لمدة 9 سنين كاملين يتعلم فيها القراية والكتابة، وكمان حفظ الأناشيد وتعلم العزف على الآلات الموسيقية. ولما كبر شوية اشتغل مدرس موسيقى، لكن الحظ لعب معاه وقتها وبدأ يمثل ويتعرف، وسبحان الله عبد الحليم دخل قلوب الناس على طول وبقى نجم من أشهر النجوم في مصر والعالم، ولحد النهاردة حديث الناس كلها. تاني واحد هو الملياردير محمد عبده. مين كان يتخيل إن الفنان الملياردير محمد عبده واللي بيتصنف من أغنياء العالم يطلع متربي في ملجأ، وطفولته كانت قاسية جداً؟ محمد عبده من مواليد 1949، أبوه مات وهو عنده 6 سنين، وبسبب حالتهم المادية الصعبة أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز قرار بوضعه هو وأخوه في دار أيتام. محمد عبده كان بيعاني من فقر شديد، وحتى ما كانش لاقي ياكل ولا يشرب، واستغل محمد عبده وجوده في الملجأ وتعلم ودخل المعهد الصناعي وتخصص في صناعة السفن، وده لأن حلم والده أنه يكون بحار زيه. لكن هو كان بيتمتع بموهبة كبيرة في الغناء وكان صوته حلو جداً، وبدأ يغني لحد ما بقى سفير الأغنية السعودية وكمان أيقونة من أيقونات الفن في الخليج. محمد عبده اتكلم في تصريح ليه عن ثروته حالياً واللي تخطت حاجز $1 مليار، وقال إنه قدر يأمن مستقبل ولاده، وإن كل ثروته عبارة عن شركات وأصول، وهو نادر لما يحط فلوسه في البنك، وهو بيحب عالم المال جداً. وقال كمان إنه بيمتلك مجمع سكني من أكبر المجمعات في بريطانيا، وهو بنفس اللي بيديره هو وولاده. ونيجي بقى للممثلة العالمية ملكة الإغراء الأشهر في تاريخ الفن مارلين مونرو. مارلين اتولدت لأب مجهول وكانت عايشة مع أمها، لكن لسوء الحظ كانت أمها مدمنة وبتعاني من اضطرابات نفسية ومش متزنة نهائي، لدرجة إنها كانت بتحاول كتير تخلص من مارلين، وفي مرة جابت مخدة وحاولت تخلص منها بس فشلت، ومن جحودها حطت مارلين وهي صغيرة في ملجأ وبقت تتنقل من أسرة لأسرة وحياتها كانت جحيم. لكن بعد فترة دخلت مارلين عالم الشهرة وبقت عارضة أزياء وعمرها كان لسه 19 سنة، ومن هنا بدأت تمثل وحققت شهرة عالمية. وطبعاً مش دول النجوم بس اللي عانوا من طفولة قاسية وتربوا في ملاجئ وحياتهم كانت جحيم، لا ده في غيرهم كتير. والظاهر كده إنه ورا كل نجم مشهور سر كبير عن حياته.